مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أول يومين الأحد والاثنين أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط الأمطار، زخات متفرقة من مطر على فترات بإذن الله، لكن الثلاثاء إن شاء الله استقرار على الأجواء، ويوم الثلاثاء بداية لارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. الثلاثاء والأربعاء أيضا الأيام الأربعاء والخميس والجمعة هناك ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لكن هذا الارتفاع تدريجي وقليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ بيوم الأحد. يوم الأحد استمرار الأجواء الباردة والغائمة جزئيا وغالبا غائمة مع سقوط زخات متفرقة من مطر خاصة في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 11 والصغرى 6، المرتفعات الوسطى 10-7 والمرتفعات الجنوبية 10-5، الأغوار والبحر الميت 22-11 وخليج العقبة 21-10، البادية الجنوبية الشرقية 13-5 والبادية الشرقية 16-7 درجات مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الباردة والغائمة جزئيا إلى غائمة، وبتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها حيث تبقى المملكة تحت تأثير الكتل الهوائي الباردة، وهناك في زخات أو فرص لزخات متفرقة من مطر في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الجنوبية، وأيضا قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشرقية بين الحدود الأردنية والعراقية تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في المناطق الشرقية. الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 10 والصغرى 5، المرتفعات الوسطى 9-6، المرتفعات الجنوبية 9-3، ويخشى من حدوث السقية والانجماد ليلة الاثنين على الثلاثاء خاصة في منطقة جبال الشراه، والأغوار والعقبة 22-10 وخليج العقبة 21-10 والبادية الجنوبية الشرقية 12-4 والبادية الشرقية 14-5 درجات مئوية. يوم الثلاثاء إن شاء الله استقرار على الأجواء، تنحسر فرص الأمطار، أجواء بشكل عام ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، وبداية لارتفاع قليل ولكن تدريجي على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية العظمى 13 والصغرى 5، المرتفعات الوسطى 12-6 والمرتفعات الجنوبية 11-5 والأغوار والبحر الميت 24-12 وخليج العقبة 23-11، البادية الجنوبية الشرقية 15-6 والبادية الشرقية 15-6 درجات مئوية. يوم الأربعاء إن شاء الله انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة. يوم الأربعاء بتكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، أجواء مشمسة بشكل عام لكنها باردة نسبيا في النهار، ساعات الظهيرة بتكون لطيفة وأيضا بتكون باردة نسبيا أثناء الليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 14 والصغرى 5، المرتفعات الوسطى 4-6 والمرتفعات الجنوبية 11-5، الأغوار البحر الميت 24-12 وخليج العقبة 23-11، البادية الجنوبية الشرقية 16-6 والبادية الشرقية 17-8 درجات مئوية. يوم الخميس أيضا تبقى درجات الحرارة تقريبا حول معدلاتها إلى أعلى قليلا، وبتكون العظمى في المناطق الشمال أجواء طبعا ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، تميل إلى أنها تكون لطيفة في ساعات الظهيرة، لكن بشكل عام الأجواء باردة نسبيا خاصة أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر والمساء. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 14-15 درجة العظمى والصغرى 5، أيضا المرتفعات الوسطى 14-15 العظمى والصغرى 7، المرتفعات الجنوبية 12-13 العظمى والصغرى 5، الأغوار البحر الميت 24-12 درجة
وخليج العقبة 23 إلى 12، والبادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 7، والبادية الشرقية 19 إلى 8 درجات مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، هنا بتصبح حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل أيضا، أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا، تكون لطيفة في ساعات الظهيرة لكنها بتكون باردة نسبيا في الصباح والمساء. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 15 والصغرى 6، المرتفعات الجنوب الوسطى 14 إلى 15 العظمى والصغرى 8، المرتفعات الجنوبية 12 إلى 13 العظمى والصغرى 5، الأغوار البحر الميت 24 إلى 13 وخليج العقبة 23 إلى 12، البادية الجنوبية الشرقية 16 إلى 6 والبادية الشرقية 19 إلى 8 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع